موضوعنا آخر، شرف والي ولاية سيدي بالعباس سليماني مصطفى رفقة السلطات المحلية على تنصيب حسين نبودة مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بولاية سيدي بالعباس، حيث حضر التنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي وممثلي السلطات العسكرية والأمنية وكذا المدنية. تغطية لعبد الكريم عاشور. نتمنى المجتمع المدني يعاونني، باسكو هناك مشاكل كبيره في ولايه سيدي بلعباس، ونحن نأود واحبذ ان نحل كل مشاكل تاع ولايه سيدي بلعباس في شراكه، مجتمع مدني، تكاتف، مجتمع مدني، سلطات، مندوب ولائي. لا احد يمكن ان يعمل وحده في هذا في وانتم الصحافه عندكم دور كبير كبير كبير. ان شاء الله تعاونونا في المهام نتاعنا.